استطاعت طالبة كلية العلوم بجامعة جدة روان الميموني مناقشة رسالة الماجستير عن بعد كأول رسالة تناقش عبر منصة البلاك بورد في شطر الطالبات طبعا للإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا. الرسالة التي تم مناقشتها تعتبر إنجاز جميل يعطينا معنى أيضا رائع بأن عجلة الحياة مستمرة. لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر سكايب روان الميموني. بداية روان أكيد نبارك لك التخرج وحابين نعرف أكثر عن الجانب العلمي. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكر روتانا الخليجية على الاستضافة والشكر موصول للمشاهدين الكرام. بالعكس وجبنا. الله يسعدك والف او تسلمي مره يعني على التبريكات، وان شاء الله عقبال كل طالب وطالبه يا رب. بدايه يعني البكالوريوس كان من جامعه عبد العزيز الملك عبد العزيز، كان في تخصص علوم الاحياء، والحمد لله كملت وكافحت واخذت ان شاء الله الماجستير من جامعه جده برضو في نفس التخصص، ولكن في تخصص دقيق اللي هو التشريح المقارن، علم التشريح المقارن يعتبر من أصعب التخصصات في علم الأحياء، وكان صراحة تحدي مع نفسي إني رغم إنهم كانوا يقولوا لي لا صعب و يعني ما حتقدري له، لكن ما سمعت، كان تحدي صراحة مع نفسي. ما شاء الله تبارك الله. طب كيف كانت كيف كانت تجربة المناقشة عن بعد؟ يعني تجربة استثنائية نحتاج أن نعيش معك تفاصيلها. فعلا التجربة كانت فريدة من نوعها الصراحة وغريبة، رغم أنه يعني ما أخفي عليك كنت حابة أنه يعني تكون في قاعة مناقشات مواجهة جمهور أعضاء هيئة التدريس، ولكن الحمد لله يعني الشكر طبعا لدكتورتي المشرفة للرسالة دكتورة مية عبدالله المصيبيح، يعني لوهلة أو للحظة كنت ممكن أأجل المناقشة، ولكن إصرارها الله يسعدها قالت لي يعني العملية التعليمية مستمرة وآمنة، هذا فضل وزير التعليم والتربية بعد الله سبحانه وتعالى، أشكر مجهوده واللي هو عميد برضو الكلية حقت العلوم تبعنا جزاهم الله خير، فبدعمها هي وإصرارها قالت لي يلا خذي التجربة وتوكلي على الله. صراحة كانت جميلة، يعني ما في أجمل أنه أنت تحققي طموحك وأمنياتك وأنت محاطة بطاقة إيجابية من أمك أبوك أهلك أسرتك، جدا كانت جميلة الصراحة. جميل. طب عادة روان يعني كيف بيكون التحضير لمناقشة رسالة الماجستير وكم بياخذ وقت؟ أمانة التحضير محتاج مني وقت كثير، لاني بفضل الله سبحانه وتعالى فاهمه المحتوى العلمي مضبوط، عارفه انا ايش بكتب، فاهمه بحثي مضبوط، متعمقه في تفاصيله مضبوط، فكان التحضير يعني شيء بسيط، كنت بس خايفه على موضوع الاتصال بالانترنت وانه ما يقطع الاتصال ويفصل، لكن تفاجات انه الحمد لله الامور كانت ميسره بشكل ما تتخيلي الحمد لله، فما كنت شايله هم شيء. طب هل واجهتي صعوبة يعني كون الوضع عن بعد؟ هل كنت متوترة قلقانة؟ مع أن أنا شخصيا أشوف أنه أفضل، ما بيكون في توتر، ما بيكون في خوف، أنت جالسة في بيتك ما بتواجهي جمهور في القاعة، فكيف كانت الأجواء معك؟ فعلا أرجع أقول لك أنه الوضع كان يعني بس في البداية كتحضير كطريقة إلقاء توتر بسيط، بعد كذا تلاشى الحمد لله. كان كل همي أني أحرص على موضوع الاتصال بالإنترنت، لأنه نظرا للظروف اللي بتعيشها الآن يعني الدول كلها في ضغط كثير على الشبكات وعلى الإنترنت، فكنت خايفة أنه يقطع الاتصال معي، ولكن الحمد لله تيسرت الأمور، كان صوتي واضح، حضر عدد كبير جدا من أعضاء التدريس ومن الطالبات، كانوا يعني بيقولوا لي انه الصوت كان واضح، العرض كان جدا سهل وبسيط، ويعني الحمد لله تسهلت، اللهم لك الحمد. الجميل ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ان المعدل 5 ما شاء الله، فكيف قدرتي روان انك تحققي هذا التفوق والتميز في هذا المجال؟
أمانة برغم يعني الظروف اللي يواجهها الطالب يعني في مشواره العلمي، ما بين تحضير عينات وما بين، يعني تعرف احنا البيولوجي شوية حساس، قطاعات ومجاهر وفحص يعني ما اقدر يعني الخص لك الموضوع كله في كم دقيقة لأنه حقيقي تعب، لكن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، ويعني فضل دعوة أمي وأبويا لي، دعم دكتورتي، أرجع أقول لك مشرفتي دكتورة مي النصيبيح جزاها الله خير، كانت يعني داعمة بطريقة ما تتخيليها، حتى على يعني الصعيد الشخصي إنه أنت حتحققي، إنه أنت حتوصلي يدي بيدك، يعني غير إنها دكتورتي كانت أخت وكانت صديقة، ما أقدر أوصف لك صراحة، فكان بفضل الله سبحانه وتعالى، أنا يعني تعبت حقيقي في بحثي والحمد لله ربي ما ضيع اللي تعب، بتوفيق الله سبحانه وتعالى حقيقي. أكيد هذا النجاح يعني مؤشر رائع جدا أن الحياة مستمرة رغم كل الظروف اللي عايشينها. اليوم بسألك روان، لمين تهدي هذا النجاح؟ بداية الشكر لله، اللهم لك الحمد على نعمة البلاغ والتمام. الشيء الثاني يعني كله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الحكومة الرشيدة، يعني شوفي قد إيش بتوفر لنا سبل معيشة عشان الواحد ما يحس بإنه هو يعني وقف أو واجهته أي عقبات أو أي أزمات. اللهم لك الحمد، الله يديم علينا هذا الأمن والأمان. يعني أهدي هذا المجهود طبعا للدولة، أقل حاجة إنه أنا أقدمها إني أنا أخدم فيها وأهديها النجاح والتعب تستحق. أمي وأبويا أعجز عن وصف الكلمات صراحة، داعمين لي بشكل ما تتخيلي في كل شيء في حياتي. عمي المهندس حمود الميموني كان رفيق درب النجاح من الطفولة، ما قصر معايا. كل طبعا دكتورتي الفاضلة مي المصيبيح، كلية العلوم، كل منسوبيها، أوجه لهم هذا طبعا الشكر والتقدير وأهديهم هذا الإنجاز والتعب. جميل جدا، شكرا لك روان، وسعيدين جدا بتواجدك اليوم معنا عشان نقدر ننقل قصتك الجميلة والمؤثرة رغم كل الظروف اللي عايشينها، وحابين نبارك لك للمرة الثانية ونقول لك أكيد ألف مبروك التخرج. الله يبارك فيك، شكرا، تسلمي، الله يعطيكم العافية، الله شكرا. يعافيك. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل كيف تصمم عدسة لتطبيق السناب شات، انتظروني.